الليالي يا فيما على راديو. مرحبا بكم جديد الناس كل قاعدين تسمعوا فينا. صحة شريبتكم، رجعنا لكم. الضيف الثاني باش يهزنا بالتليفون القربة، نمشي والقربة كما قلت النهارين الأولانيين من نهار الأول في رمضان، يعني حادث يختف الأنظار، الناس الكل تقريبا تحكي عليه في تونس. أصغر إمام لصلاة التراويح عبد الرحمن باني، ما فاتش عمره 11 سنة ويأم في صلاة التراويح في مدينة قربة، معنا بالتليفون والده ظهر لي سي رمزي. مرحبا. ألو. ألو عصام، صح شريبتكم. صح شريبتك سي رمزي، مرحبا. سعيد جدا أنك موجود معنا، وسعيد أنك تتدخل معايا باش نعرفوا. طبعا عبد الرحمن مزيار يعني عمره ما غير قانوني، فيساعدني يكون الأب موجود باش يعطي ترخيص هوني على المباشر باش ناخذه بالتليفون. مرحبا بكم. الله يخلي. قبل ما ناخذ عبد الرحمن، قديش فخور بولدك اليوم؟ والله العظيم فرحة ما تتوصفش، يعني معناها الواحد الحمد لله رب العالمين. هذيك في كلمة ذرية صالح، يعني ما تجمش توصف حاجة أكثر من هكا، معنا فرحة ما تتوصفش. معنا سؤالي الثاني ليك سي رمزي، ربي تم عليك إن شاء الله الفرحة ذي. يا عايش. تصلي وراه؟ تصلي وراه؟ أكيد أكيد أكيد. تحضر له في السلات إن شاء الله. الأداء والترتيل متاعه وكل يقنعك بصراحة، قل لي بصراحة. والله العلي العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، معنا نعمة ما عند ربي، معنا بسم الله ما شاء الله. يا سيدي عدينا سي عبد الرحمن، خلينا نتعرفوا عليه. الله يبارك، الله يبارك في عمرك. السلام عليكم. صحة شريبتك. السلام ورحمة الله. سي عبد الرحمن الباني، شيخ عبد الرحمن، خليني نقول لك 11 سنة عمرك صحيح؟ عمري 13. نعم 13 سنة تقريبا. باهي. في قربة ظهر لي أصغر واحد يصلي تراويح ولا أصغر إمام يصلي تراويح اليوم في تونس؟ الحمد لله. الحمد لله. أول مرة تأم بها الناس ولا صارت لك تجارب قبل عبد الرحمن؟ صارت لي تجربتين قبل، تو سنة هذه الثالثة. صليت قبل 3 سنين وعامين. السنة كأنها خذيت شعبية أكثر في ليلة ونهار، قمت ذلك تلقى الناس الكل تحكي عليك، تصورك قاعدة تدور، الناس تشكر في المجهود متاعك. فقت بهذايا ولا ما فقتش به؟ لا نعم ربي سبحان الله، معنا واحد ساعات يكون ماهوش مبرمج الحاجة، ربي يخبيها لك، يا ربي كتب لك كل خير. حافظ 60 حزب؟ مازلت أنا تويك والحمد لله، معنا حافظ 50 حزب. تبارك الله ما شاء الله. من عمر قديش بديت تحفظ؟ بديت نحفظ في قربة من اللي عمري 3 سنين، وبعد ما انا عندي 5 سنين تويك من اللي نقلت نحفظ في الفرع المحلي عمر بن الخطاب بدا شعبان، تو وصلت 50 حزب تقريبا. به شنو تقرا؟ سنه سادسه ولا سابعه؟ فين كلاس تو عبد الرحمن؟ تويك سنه سابعه. تبارك الله. اصحابك شو يقولوا لك ولا سيد ذمتك اليوم بعد ما وليت عندك الشهره هذه اصغر امام تراويح في تونس وشافوا تساورك الدور، شنو يقولوا لك اصحابك؟ أنا بروفيت الكل يشكروا فيا والحمد لله. حتى أصحابي معنا فرحانين بيا، معنا ومشايخ فرحوا بيا، أنا الناس كليك اللي نعرفهم معنا مفتخرين بيا على الأخر. الحمد لله. أعطيني الإحساس وقت اللي تلقى روحك تأم ما شاء الله بجامع كامل في صلاة التراويح، والدك ورام المشايخ متاعك وراك زاد يصليوا، بوك يقول لي ما شاء الله صوته تبارك الله والترتيله بسم الله ما شاء الله، يعني كيفاش إحساسك وقتها ولا كي تكمل ولا شكون أول عبد تخمم فيه ولا شكون أول عبد تحب تراه ولا أول عبد تحب تقول له راني كملت صلاة تو؟ يعني شعور سمحة الأخر، معناها فرحة كبيرة كي معناها نلقى روحي أنا في العمر هذايا ونصلي بناس معناها أكبر مني برشا معناها سنين. ومعناها نشكر برشا سي فؤاد اللي حفظني في قربة من اللي أنا صغير، وزادة نشكر المشايخ اللي قرأوني في الفرع المحلي عمر بن الخطاب بدا شعبان الفاري، وعلى راسهم الشيخ محمد بن حسين والشيخ حمدي الشوكي. باه. بعد شقال الفطر بالضبط تتفرج في حاجه ولا تخرج ديريكت؟ شويه معناها ما فهم، معناها ما نخلطش، نكمل مسلسل نتفرج فيه ونمشي نصلي. باه. قولي شنو المسلسل اللي يعجبك ولا حاجه تتفرج فيها ترى؟ ما
مانيش مغروم برشا بالمسلسلات، انا معناها طقم العائله يتفرج في مسلسل فوندو او نتفرج شي معاه. هاكا مع العائله شويه فوندو لين يجي وقت سلات وتمشي به. كان عندك رساله صديقي عبد الرحمن، فكر عبد الرحمن باني 13 عام تقريبا، اصغر امام تراويح في قربه وفي تونس في العمر هذا، ام تقريبا بجامعه كامل في قربه. كان عندك الرساله للصغار اللي يسمعوا فينا ولا ندادك ولا لاي انسان يسمع فينا، اش تحب تقول له؟ اول حاجه نشكر الفضل يرجع لربي اول شيء، ونشكر بابا وامي، وان شاء الله معناها الصغار الكل معناها يوفقهم ربي ويحفظ القران ويمشيوا معناها في خطى صالحه. كنت تصور رده الفعل ذي بتاع الناس اللي باش تعرفك وتولي تحكي عليك تولي تبارتاجي في تصاورك وتشوفك، كنت تنتظر هذا؟ ما كنتش متصور بالطبيعة. فرحان بيه معناها لولا فضل ربي سبحانه، معناها ما كان حد شيء باش يجيني معنا. وفرحان بي ولا ليه عبد الرحمن؟ فرحان بالطبيعة الحمد لله، فرحان بردود الأفعال به. قبل ما نكمل تليفوني معاك، كان عندك دعاء حافظ ولا حاجة نجمو نسمعوه بصوتك؟ نجمش نقرأ آية به مثالش، وكان فما دعاء مثالش قولي نهبنا ناخذ دعاء من عندك اليوم انا في الحلقه الاولى، مثالش قول نهب نسمع صوتك، انا نهب نسمع ترتيلك ونسمع بعد دعاء من عندك. يلا عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. ويك باش معنا نقول دعاء. قول دعاء سي عبد الرحمن. اي اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير عمرنا آخره، وخير عملنا خواتمه، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إننا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات،
وثبتنا وثقل موازيننا وحقق أي إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك يا رب العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. شكرا اللهم لي. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. اللهم امين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شكرا لك عبد الرحمن بياني مفكر اصغر امام تراويح في تونس. اي ما نشدش ما نزيدش نشدك برشا. غدوه تقرا غدوه تمشي تقرا سباحه على روحك. سؤال اخير, شو تحب تخدم كي تكبر عبد الرحمن؟ ان شاء الله انا نخمم نخدم في الجيش. في الجيش ان شاء الله يا ربي تكون من الناس اللي يخدموا الوطن وتكون من رجال تونس. كل النجاح والتوفيق. ربي نشحك في قرايتك وربي نشحك في اعمالك. تحيه للوالد نتاعك سي رمزي وتحيه لكل مستمعينا في قربه وين ما يوصلكم صوتنا. نقول لكم مازلنا مكملين معاكم في ليالي بعد الاخبار. الجزء الثاني نحكيوا على المشاكل التقنيه لمنصه سامي الفهري, براءه فوندو وين النجم نشوفوهم والحلول وين وصلت المنصة اليوم والمشاكل متاحة. نحكيه أيضا على كلام ناس بكري العمل اللي تلقاوه على الوطنية 2 آخر أعمال المرحوم توفيق البحري بعد الأخبار. خليكم معنا, رجعين